البارح كان عندي عرس ماشي عرس كان عندي عرس هما الحمد لله وثاني حاجه انت عرفت شي كاينه القصه يعني اذا كان حضر جواد راه بحال قلب ولا ما تحضر الله يسهل عليهم وكان الحضور ديالي هذه يعني هذه فكره فكره خاطئه ان جواد يكون حاضر فهمتيني وراه انت عارف الصراعات وكل ساعه جواد في لي غوزو سوسيو جواد داير جواد فعل جواد ترك ما لا 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 اش تصالح واش انت شويه هبيل خويا الطيقار كله كله كيليزو كما تنقولوا حنايا كله عقليته كله قلبه كله ووجهو أنا... <applause> لا لا خويا ما لا 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 شبيني بينا أخويا؟ لا 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 ماشي حرب انا ما عنديش الحرب انا ما كاينش بيني وبينها شي حرب راه هي مسكينه الله يهديها وصافي انا ما بينيش من الحرب من الحرب انا خدام خد غادي مزيان بخير اللهم لك الحمد هي اللي كل ساعه في لي كتجبدني كل ساعه انا ما نجاوبهاش وما نجاوبش انا ما كنجاوبش انا خدام خد كان كان كنقوم بالعمل ديالي خدام غادي اللهم لك الحمد مع العائله هو هذاك بخير صافي بون باغ بوان باغ اللي بيجي الخير ماشي بالضبط نقولوا في هذا الصحافه قال لك كل كل بلاك على ظهره وقال لك الجدي والاخر كل باه معروف ما ليش لاش نبقى تنهضروا <applause>